لا تتكلم بغير علم، لا تتسلق العلم من غير أبوابه، لا تأخذ العلم من غير أهله، لا تكتفي بالكتب تطالعها تزعم أنك صرت عالم، تحفظ ولا تفقه، ما يكفي الحفظ، لازم من الفقه والمعرفة. فهذه طريقة ضالة وهي طريقة أهل الزيغ، نسأل الله العافية. فعلى شبابنا وفقهم الله، عليهم أن يهتموا بهذا الأمر وأن يجلسوا إلى أهل العلم ويستمعوا منهم ويأخذوا العلم عن أهله، لا يأخذونه من أفهامهم ومن كتبهم ومن أشباههم من الذين لا يعلمون. لو هدانا الله لهديناكم، سيقولون هذا يوم القيامة، لو هدانا الله لهديناكم. فيا إخوان تنبهوا لهذا، تنبهوا لهذا، وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.